إذا بنشمل المعركة 100% سلاح الصواري بيشتغل أكثر من نسبة 50%، أكثر من النص. طبعا وأهمية السلاح حتما الحرب المنخوضة هي حرب طبعا من 83 دولة وحرب حدودية مفتوحة، ولذلك أهمية سلاحنا بتعتمد على رمي أهداف متحركة، يعني هو بيرمي أهداف ثابتة عنا علم فيها، احتمال تجينا أهداف تحرك مجموعات إرهابية من دول معادية دول حدودية طبعا.